بعد يوم من إعلان الجيش بدء عملية عسكرية كبيرة لتطهير المنطقة المضطربة الواقعة على الحدود مع أفغانستان من المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة وطالبان، استأنفت المقاتلات الباكستانية غاراتها الجوية على وزيرستان الشمالية وقصفت أهدافاً في قطاع شوال، كما أرسلت جنوداً ومدفعية وطائرات هليكوبتر إلى هناك في عملية عسكرية كانت متوقعة منذ فترة طويلة عجل بها هجوم المقاتلين على أكبر مطارات باكستان قبل أسبوع. الحملة العسكرية الباكستانية تأتي بدعم أمريكي، حيث ترغب الولايات المتحدة أن تبذل باكستان مزيداً من الجهود لسحق وتدمير مخابئ القاعدة وطالبان في المنطقة الجبلية على الحدود مع أفغانستان، والتي ستسحب واشنطن قواتها منها بحلول نهاية العام. وقد فر حوالي ثلث العائلات في منطقة قبائل البشتون تحسباً لتصاعد العنف، وتوجه بعضهم إلى أفغانستان حيث يعيش أقارب لهم. وصرح مسؤول أمني بأن حظر التجول سيخفف خلال اليومين المقبلين حتى تسنى للسكان مغادرة المنطقة. سكان وزيرستان يهربون من هنا في الحافلات دون توفير منازل لإيوائهم، الطقس حار للغاية، كما يوجد معنا أطفال وكبار في السن. ولم تتضح المدة التي يتوقع مسؤولون أن تستغرقها العملية في منطقة جبلية وعرة استعصت على كل الحكومات السابقة، إلا أن طالبان توعدت بالرد بعد انتهاء عمليات الجيش الباكستاني.